عودنا في بيت الكبير بنقدم أسطورة كل يوم، رمز وأسطورة من أساطير النادي الأهلي لحياة إنجازات مع المارد الأحمر. نجمنا النهاردة هو واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار، حفروا أسمائهم طبعا بحروف من ذهب، النجم اللامع والمدرب الرائع والخلوق، نجم فرض نفسه على كل واحد، يعني كان من أبرز أجيال السبعينات، الجيل الذهبي للنادي الأهلي وللكرة المصرية بشكل عام. معانا الكابتن محمد عامر، نشوف التقرير وبعده إن شاء الله هكون معاكم مع ضيفنا الكابتن عادل مصطفى، وحديث كبير عن دوري أبطال أوروبا وعن الأحداث اللي بتحصل في مصر من خلال طبعا الرؤية الرياضية، وخاصة مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. مصطفى بالعرض، عادل عليها، عادل وخش حط الجول الثاني، عامر محمد عامر الجول الثاني. فرض نفسه كواحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للأهلي في السبعينات والثمانينات، ونقش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية. وهيرفع ورفع ورفع يا محمد عامر، جول 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 جول، الجول الأول للنادي الأهلي محمد عامر، نجم النادي الأهلي السابق والمدرب الخلوق محمد عامر. ولد عامر في 22 من شهر أبريل عام 1954، بدأ الرحلة مع كرة القدم بنادي كفر الشيخ وعمره 13 سنة، كما لعب بدور القسم الثاني 7 مواسم، وانضم لمنتخب المدارس في موسم 1975، وكان يضم حين ذاك كوكبة من النجوم، منهم مختار مختار وثابت البطل ومحمود الخطيب ومصطفى عبده. ومع هذا المنتخب تحت قيادة مدربي القدير طه إسماعيل حصل على هداف دورة الإسكندرية الدولية. والخطيب لمختار وماشي مختار ولعبها بالعرض محمد عامر، هو جول هو جول هو جول هو جول. بعد تألقه رفقة هذه الكوكبة شاهده الأسطورة المجري هيديكوتي المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، وأعجب به وطلب من الإدارة ضمه فورا للفريق ليرتدي محمد عامر قميص الشياطين الحمر عام 1977. انضم للنادي الأهلي موسم 78-79 زي ما قلت لحضراتكم، كان عنده 19 سنة. بعد الانضمام للأهلي سرعان ما فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق طوال 10 مواسم، من عام 1977 وحتى عام 1987. وخلال هذه الرحلة خاض 206 مباراة محلية في بطولتي الدوري والكأس، بالإضافة إلى 50 مباراة إفريقية. وداخل جدران القلعة الحمراء حصل محمد عامر على لقب الدوري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر 6 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 2 مرات، وكأس إفريقيا 3 مرات، لكنه يؤكد دائما أن البطولة الأغلى بينها كانت دوري أبطال إفريقيا عام 1982، حيث كانت البطولة الإفريقية الأولى التي يحصل عليها المارد الأحمر. وبعد أن أحرز رفقة الفريق لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987، اختار محمد عامر الاعتزال، وعمل بعدها في مجال التدريب حيث انضم لقطاع الناشئين بالنادي، كما انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر لمدة 5 سنوات تحت قيادة المدير الفني محمود الجهري. وبعدها خاض رحلة تدريب خارج القلعة الحمراء مع عدد من الفرق مثل بترول أسيوط وأسمنت السويس.